صور المباشرة من تل أبيب حيث تجري هذه المظاهرات والتي تتجدد كل يوم سبت، تطالب بإقرار صفقة تبادل للأسرى والإطاحة بحكومة نتنياهو. هذه المرة كان هناك حرق لصور نتنياهو ولإطارات السيارات احتجاجاً على استمرار الحرب. إذن المتظاهرون يحرقون إطارات وصور لنتنياهو في تل أبيب احتجاجاً على سياسة نتنياهو في عدم إقراره لصفقة تبادل أسرى لحد الآن. نذكر أيضاً نذكر أيضا مشاهدين بأنه اليوم تم القضاء على أكثر من 7 أو 8 جندي إسرائيلي من قبل الفصائل الفلسطينية، وكان قبلها أيضا عملية لتحرير الأسرى في مخيم النصيرات من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن ذلك يبدو أنه لن يخمد شعلة الشارع الملتهبة.